اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. خليها سمك النهارده. عندنا السردين وموسم السردين، وهل الشتاء بخير وايام الشتاء؟ مع قدوم الشتاء بيكتر السمك والمبطرخ بالذات والسردين واوميجا 3، واولادنا دلوقتي بداوا المرحله الدراسيه والعام الدراسي بدا، فمحتاجين ان احنا يكون عندنا ثقافه غذائيه لاولادنا وهم بياكلوا، ما ياكلوش اي حاجه، فسل السردين غني باوميجا 3 ورخيص سعره في متناول الجميع. انا عامله النهارده صينيه بالبطاطس بالخلطه المغازيه على طريقه اللي انا بحبها، وانا عاشق للسردين والماكريل والحاجات اللطيفه ديت. معايا تشكيله من السي فود النهارده، جمبري وكابوريا وكاليماري، يعني حسب عدد افراد الاسره جاي على بالي اعمل طبق رز بالسي فود، فرايد رايز بالسي فود، ولكن برضو الطعم والشياكه في انك انت ازاي تشكيله السي فود تبان مع الرز، ناكل الرز ونسيب السي فود. عدد السفره الحلوه النهارده شويه سلطه لطاف، سلطه بابا غنوج البتنجان الجميل الحلو بتاعنا ده، ابو قلب ابيض زي الشيف، هنعمله النهارده بابا غنوج بالرمان مع الزبادي والطحينه، اكيد السلطه هتعجبكم وفواتح شهيه على السفره الحلوه. مش عايز اطول حضراتكم لان الحلقه فيها شغل للامانه وفيها خبره طهويه، وعايز اعمل افتكاسه النهارده لصينيه سردين بالبطاطس احنا المصريين شطار فيها وعلمناها للدنيا كلها. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل صينية السردين بالبطاطس. كل يوم ممكن نعملها، والستات المصريات والأمهات المصريات وكل شطار جدا في عمايل السردين بالبطاطس على الطريقة المصرية، الطريقة الاسكندرانية، طريقتك انت يا أم اللي بتحبيها، والسردين باين على الشاشة بيبخ أوميجا 3. سردين حلو طازة لونها مد على لون ذهبي فضي جميل لامع، معانا بطاطس، معانا بقدونس، معانا كزبرة خضراء، معانا بصل وتوم، مكعبين من الزبدة، قرن فلفل حار، والبطل هنا البطاطس. أنا من عشاق البطاطس دايما اللي بتجاور السمكة، سمكة صينية في الفرن، سمكة بالكريمة والبطاطس، أحب أكل البطاطس وأسيب السمك للأمانة، بس أهم حاجة أخدم عليها صح. تعالوا شوفوا إزاي هنعملها مع بعض كده. أول حاجة نعمل الخلطة المغازية لعمل صينية السردين بالبطاطس، اكتبيها على باب التلاجة كده يا أم الله يوفقك. الخلطة المغازية لعمل صينية السردين بالبطاطس. هناخد بصلاية حلوة زي كده، نقطعها شرايح لطاف كده اهو. حلو، احنا مش هنحط بصل ني في الصينية. حذاري انك تحطي بصل ني مع سي فود او في صينية سمك. هتلاقي الصينية كلها والاكل فيه زفارة وريحة البصل طالعة من الصينية. هقول لك تعملي ايه دلوقتي حالا وادعي لي بعد كده. البصل معانا بالشكل ده كده، متقطع شرايح بالشكل ده كده، وتكون شرايح رقيقه عشان هندلع البصلايه دي كده، البصل الاحمر الحلو ده كده. هناخدها زي ما هي يا عم الشيف، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحطها في بوله. من النهارده لازم تعملي صينيه السردين بالبطاطس، انت بس اللي في العيله تعرفي تعمليها احسن حد في الدنيا. ادي البطاطس، ادي البصل حلوه، هنحط عليه شويه ملح، تسلم ايدك، وسنه شبت صغيره، تسلم ايدك، وشويه بقدونس الصغيرين، تسلم ايدك، وفص ثوم ناعم، تسلم ايدك، اللهم صل على النبي. وهناخد النشا موجود معانا، كام معلقه شيف؟ معلقه كده زي دي كده اهي على البصلايه. حل لسه ما خلصتش، ومعانا معلقه طحينه صغيره. اكتبي من فضلك المقادير اللي انا قلتها دي تاني، هقولها قبل ما اعمل اي حاجه تاني. بصلايه قطعتها شرايح، غزيتها بشويه شبت، دعمتها بشويه بقدونس، فص ثوم، معلقه طحينه، معلقه نشا، كزبره ناشفه، شوية كمون حلوين، واخد البصلاية دي يا عم الشيف اقلبها. اخبار الطاسة ايه؟ وجبنا الخلاصة شوية زيت زيتون في قلب الطاسة. حلو قوي. ومع زيت الزيتون ده يا عم الشيف هنحط
مكعبين من الزبده، واخد البصلايه الحلوه دي بخرجنا يا جميل يا مبدع، معلقه النشا هنا مع البهارات مع البقدونس مع الشبت مع فصين ثوم مع ملات طحينه. هتقولي ليه حطيت طحينه ونشا؟ هقول لك الكلام ده دلوقتي مع المعطيات اهو، شايف الكلام؟ تسلم ايدك. اهو انا اخد البصلايه دي احطها كده في قلب الطاسه بالشكل ده كده، ونسيبها تاخد وضعها تتحمر، يبقى قرص عندنا زي ما احنا عايزين، بس لازم تكون نار شديده. حلو الكلام لغايه دلوقتي؟ زي الفل يا عم الشيف. هاخدها كده على نار شديده واحط معاها مكعبين من الزبده. اتعلمنا من الشيف المغازي اضافه الزبده لتحمير البصله يساعد على احمرارها سريعا. حلو الكلام؟ نقلب الخليط ده كله. الله، واسيبه كده على النار العشق. البصلية تستوي مع الثوم مع البقدونس مع معلقة الطحينة مع معلقة النشا، كل ده كده على نار شديدة. واسيبه شوية. حلو الكلام؟ هناخد السردين الحلو نبص عليه كده واعلمك ازاي تشتريه، والراجل السماك ما يضحكش عليكي، وتتعاملي مع سمكة السردين ازاي. بنجيب كسرولة ازاز زي دي كده مع مخرج شاطر وكاميرا لطيفة وأساتذة المصورين. ادي السردينة الحلوة، سردين بلدي، والبلدي يوكل. السردينة بتلمع، السردينة بتبخ أوميجا 3. سمك الماكريلي يا اخوانا والسردين اكتر سمك ريتشي، يعني غني بأوميجا 3 بالفوسفور باليود بالبوتاسيوم بالمعادن اللطيفة الجميلة اللي بتحتاجها الأطفال في المراحل الأولى من عمرها لتكوين عظام قوي. السمك والسردين ما يستغناش عنه لا كبير ولا صغير بالشكل ده كده. كل القصة دلوقتي أنا مش هحط عليها أي حاجة خالص غير معلقة زيت زيتون وعصرة ليمون بالشكل ده كده. زيت الزيتون وعصرة الليمون. السردينة مش زفرة، السردينة زي الفل معانا. نشوف الخلطة دي وصلت لفين اهو. البصلية بتستوي هنا. ايه اللي هتعمله يا عم الشيف بعد كده؟ الخلطة دي كلها زي ما هي كده هضربها في الكب تبقى عندي بوريه. بس بعد البصلة ما تاخد الاحمرار شوية بالشكل ده كده. وانا شغال. التقليبة الحلوة دي كده، البصلية بس تاخد شوية سوا. أنا ما أحبش البصل الني جوه السمك. تعملي سمكة سنجاري تحط بصل ني، تبقى قاعدة بتاكل السمكة وريحة البصلة هي البطل في الموضوع. وريحة البصل طبعا خاصة لما تكونش مستوية ونص سوا بتبقى ريحتها غير مقبولة. أدي الخلطة بالشكل ده كده، أسيبها على النار تستوي وتدبل كلها مع بعضيها. أجيب الكبة اللطيفة بتاعتي واخد الخليط ده كده بعد ما يتحمر، وعندي الكسرولة بتاعتي زي الفل. ايه الاخبار؟ تمام. البصلية هنا استوت مع التومة، انت ممكن تحمرها اكتر من كده برضو مفيش اي مشكلة. معلقة الطحينة مع النشا. هناخد الخليط ده كله يا عم الشيف في قلب الكبة. شفتش الشقاوة؟ هي دي الشقاوة اهو، كل ده مع بعضه. لسه ما خلصتش انا. في قلب الطاسة شوية مية. اللهم صل على النبي. المية دي مش سخنة قوي يعني، نحطها كده ونحطهم هنا. خدت الطعم اللي في الطاسة عينية مكان الخلاط هنا عشان حضراتكم تشوفوه. الخلاط ده اللي فيه الخلطة المغازية هو السر. السردين موجود عند الراجل السمك، والبطاطس عندك في درج المطبخ. كل القصه انك هتعملي صينيه سردين، العيله والقرايب والحبايب والاصدقاء واصحابك هيتكلموا عنها. حلو الكلام؟ هنا معلقه معجون طماطم صغيره. حلو. هناخد الخليط ده كله. نعم حاضر ولا زعلك. قرن فلفل حار المخرج عايز ليه؟ بتحب الحار؟ ماشي.
هناخد الخليط ده كله يا عم الشيف ونضربه في قلب الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي. حاضر. حلو الكلام. شوف الخلطة الحلوة دي كده. الخلطة دي بتتكلم مصري. نبص عليها. أوريها لحضرتك حالا دلوقتي. عينيا. أهي. بص عليها. بص عليها وملي عينك. الخلطة دي تنفع بأي صينية أنت بتعمليها. الله الله على الريحة الحلوة. ناخد الخليط ده كده زي ما هو ونوريه لحضراتكم. اه. ده اللي هيجمع ما بين البطاطس وما بين سمكة السردين. عايزة تبدلي السردين بمكريل أهلا وسهلا. الخلطة الحلوة دي من البصلة من الطعم من التوابل كلها معانا. نشيل دي على جنب عشان نستخدمها تاني. عينيا. حالا دلوقتي هجيب الصينية اللي هندخلها الفرن واحنا مع بعض. صينية زي دي كده فيها شغل الصينية دي. خلي بالك صينية عندي اهي وعندي السردين وعندي البطاطس الحلوة. هاخد البطاطس دي يا عم الشيف بشياكة كده اقطعها شرايح رفيعة جدا. خلي بالك كل ما كانت شريحة البطاطس رفيعة مع سمكة في الفرن مع سردين في الفرن بتديك طعم حلو وبتستوي بسرعة. بطاطسية بالشكل ده كده نثبتها عشان ما تعورش ايدي كنت بتقطعيها. شفت ازاي؟ شيبسي. بتهزر يا شيف. شفت التقطيعة دي؟ بس خلاص. واحدة كمان؟ يلا واحدة تانية مع بعض. نثبتها. نثبتها يعني ايه؟ هي قطشة كده وتبقى كده معايا البطاطس. اشتغل فيها زي ما انا عايز. ونايم السكينة على جنبها كده بزاوية ايه؟ 45. ولازم السكينة تبقى شرايحها كده بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ كمان واحدة. أنا بحب البطاطس اللي بتبقى مع السردين. لأن معايا خلطة هتوديها في حتة تانية. على فكره انت ممكن تعمليها احسن مني. يعني انت مثلا عندك شويه شوربه جمبري شويه شوربه سمك. انا حطيت ميه. انت ممكن تحط شوربه جمبري او شوربه سمك. انت هنا تفوقت عليا. شفت انا ازاي بديك الايه الاسرار؟ مش ببخل عليك يا امي. بطاطس رؤية بالشكل ده كده. هاتوا لي البطاطس. مش بتمسك ليه في السكينه؟ لان البطاطس منقوعه في الميه ومعايا السكينه السلاح بتاعها عريض. حلوه شويه البطاطس دول حلوين قوي. هناخد البطاطس دي يا عم الشيف زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. ونيجي هنا جنب النار وربنا يكفينا شر النار ونرص البطاطس دي كده. الله. ايه الحلاوه برؤيه. خلي بالك شوف البطاطس عامله ازاي. حلو قوي. الشكل ده كده. ايه الحلاوه دي؟ ده صينيه فيها شغل. ده انا بجيب البطاطس اقطعها واحده كبيره وواحده صغيره بالبركه كده وبعد اكل الاقي واحده مستويه واحده مش مستويه وشكل وحش وانا قاعده على السفره. البطاطس ليه ما استوتش يا مدام؟ الفرن انا قلت لك جيب حد يصلحه. محدش جاي يصلحه. شفت الكلام؟ انا اخد السردين الحلو ده كده. اللهم صل على النبي ونرصه كده الرصه الحلوه دي كده. سردينه بتتكلم مصري. شفت السردينه ولمعتها؟ ولازم البارمه دي. الله. ايه الحلقه؟ والسمكه راسها تنام على البطاطسايه مخده طريه. تسلم ايدك يا عم الشيف. حلو لغايه دلوقتي احنا فاهمين بنعمل ايه. ناخد شويه البطاطس الحلوين دول نحطهم هنا كده. درجه حراره الفرن عندي 180. اللهم صل على النبي. شويه البطاطس دول انا عايزهم. صدقيني مع شويه رز ابيض صينيه البطاطس دي هتعمليها كل يوم كيلو سردين بثلاثه تعريفه.
بس عشان انا ما بتكلمش في ايه، في حاجه رخيصه ولا حاجه غاليه، بتكلم في القيمه الغذائيه. ما انت لما تعرفي دي قيمتها الغذائيه ايه مش هتفكري في سعرها. ما الواحد بيروح يشتري حاجه غاليه ملهاش اي قيمه، ولكن لما اشتري كيلو سردين بتلاته تعريفه، والشيف المغازي معروف عنه لما بيقول بتلاته تعريفه يعني في متناول الجميع، واشوف القيمه الغذائيه اللي موجوده في الصينيه دي بالتاكيد تستاهل. اوميجا 3، كل المعادن، كل الفيتامينات اللي اولادنا عايزينها. معانا فلفل حار بالشكل ده كده، عينيه هناخده زي ما هو كده، حلو ده الفلفل ده كده. انا ما رضيتش طبعا اضربه في قلب الكبه عشان نحتفظ بالايه، يبقى شويه مش سبايسي حسب رغبه الولاد. هنحطه هنا كده، شفت الشقاوة، زوقيني يا ماما. حلو الخلطة الحلوة دي يا عم الشيف، يلا بينا يلا بينا. زي ما هي كده اللهم صل على النبي. درجة حرارة الفرن عندي 180، دخلها الفرن دلوقتي. السردينة هتنزل السوائل بتاعتها، الخلطة دي هتبدأ تدوب معايا، والبطاطس هتلاقي فيه نسيج، فيه صوص، فيه ديميجلاس، فيه بهريز نازل لطيف وجميل. حلو حلو قوي. درجة حرارة الفرن عندي 180، شيل بقية الخلطة دي في التلاجة. عينيا دلعها دلعها وأنا معاك. شوية المية دول هنا كده، شفت انا بحط الميه ازاي؟ عشان ده بخار. يلا بينا. درجه حراره الفرن عند 180، صينيه السردين بتتكلم مصري بالخلطه المغازيه، انت ما عملتهاش قبل كده، ما تتفلسفيش، ما اتعملتش قبل كده. اهي سردين اشتريناه نضفناه، جبنا الخلطه بصل شرايح حمرناها مع تومه مع بصله معلقه نشا معلقه طحينه شويه بقدونس شويه شبت اللطيف، خدناهم على الطاسه اتحمروا استووا، ضربناهم في قلب الكبه مع عصير ليمون وزيت زيتون السردينه، خدنا البطاطس قطعناها شرايح رصناها في قلب الصينيه خريطه لطيفه جميله لوحه فنيه. هنفتح الفرن يلا بينا اهو. اللهم صل على النبي. هزه هزه الله، هي الهزه دي ناخدها زي ما هي كده. يلا بينا بص عليها نظره الوداع، شوف شوف الجمال. صينيه سردين بتتكلم مصري بالخلطه المغازيه لطيفه وجميله، وحقوق الطبع لدينا وبس. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنعمل شويه رز اسمه الفرايد رايز بالسي فود، او رز بالسي فود، او رز بالسمك، سميه زي ما تسميه، ولكن الطريقه اللي اعملها لازم تتعلميها عشان تبقي انت في العيله حصريا بتعملي اكله سمك ما حصلتش. تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الصينيه دي خطفت الانظار معانا، انا طلعتها من الفرن ابص عليها وأمن على مستقبلي. خدتها هزتها هزة بالبطاطس بالخلطة زي ما حضراتكم شايفين الصورة الحلوة، وللأمانة والمصداقية اللي تعودنا عليها دايما على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، للأمانة والله معايا الفرن مش هينجزني، والتايم بتاعي محدود، ووقتي هنا إيه الحلاوة دي، والوقت هنا ما بيرحمنيش بصراحة. هنخلص يعني هنخلص، ايني يا شيف يعني ايني يا شيف. فانا خدتها تاخد غلو على عين البوتاجاز، لان صينيه زي دي ما ينفعش ان احنا ايه نفوتها كده مع شويه رز ابيض بألف هنا وشفاء. الغلوه اللي على عين البوتاجاز دي مع الهزه دي ودتها في حته تانيه خالص. مش انا قلت لك هتاكل البطاطس وتسيب السردين للضيوف؟ هو ده. زي ما هي كده بقلبها. زلزال على الفرن. الله، شويه الشوربه دول نازلين من السردينه دي مع شويه رز ابيض، قلب الصغير لا يتحمل، كلهم فسفور، كلهم اوميجا 3، وداعا للنسيان. هتفتكر الذكريات، هتفتكر الذكريات من سنين مع صينيه سردين غنيه باوميجا 3. ممكن تبدلي السردين بالماكريل، ولما اقول ماكريل ما تستغربيش،
المغاز الوحيد اللي في العالم شهد للماكريل بالقيمة الغذائية بتاعته اللي تفوق الاستاكوزا والجمبري. حلو، يلا بينا دخلها الفرن. اللهم صل على النبي. بسم الله. اللي حطيت معاك، اللي انا حطيته ده كرفس، ورق الكرفس فرمته ناعم وحطيته على وش الصينية ودخلتها الفرن. زي الفل. قافل الفرن، قول لي تعليماتك. الصورة الحلوة من قلب الفرن بتتكلم مصري وتتحدث عن نفسها حبيبي. السردين، اللهم صل على النبي. يلا نطلعها مع بعض. العب. جيب لي التفاصيل. ايه الجمال والحلاوه دي؟ تتكلم مصر، خلطه مغازيه وحقوق الطبع لدينا وبس. بصل قطعناه شرايح، خد معلقه نشا، معلقه طحينه، عصره ليمون، بقدونس شبت، تومه، حمرناهم في قلب الطاسه مع زيت زيتون وزبده، ضربناهم في الكبه بقى سائل لوكا ومسميك شويه، قطعنا البطاطس شرايح حطيناها في قلب الصينيه، رصينا السردين عليها بلوحه فنيه، وبعد كده نقدمها لحضراتكم. الف انا وشيفا للي ياكل. حلوة أوي. حلقات النهاردة تفاصيلها كتير، خبرة طهوية، خبرة السنين، بنقدمها لحضراتكم على طبق من ذهب. قدمناها النهاردة في طبق من السمك، نعناع الأخضر ده كده، وأنا واقف كده بالسلة معايا وقت، مخرجنا لسه راضي عني أهو. شفت الحلاوة دي؟ جردش مهم، البرزنتيشن مهم، زوقيني يا ماما مهم، جوزك بيهتم بالتفاصيل دي، عملت له ورده بطماطميه حلوه، دي رساله حب قويه جدا. مش لازم اروح عند بتاع الفلاورز او بتاع الورد واجيب ورده ب 100 جنيه، ده هي طماطميه تعملها بسكينه صغيره بثلاثه تعريفه. رساله حب يعني يا حبيبي، عايزين نغير النجفه. تضحكي؟ حلو. صينيه سردين بالبطاطس، طبق رز بيتكلم سي فود، طبق سلطه لطيف وجميل بالرمان وموسم الرمان، يعني رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.